هنا تبلبالة، وهنا وعدة سبعة رجال، تلك التظاهرة التي تقام كل عام لتعكس عراقة منطقة لها طقوس خاصة. في اليوم الأول يتوجه الجميع إلى المسجد العتيق ويتناولون التمر والحليب، ثم يقرؤون القرآن أو ما يعرف بالسلكة. الهدف من تظاهرة وعدة سبعة رجال هي في إطار تظاهرة شهر التراث اللي تمتد من بداية من 19 أفريل إلى غاية 19 ماي من كل سنة، إحياء التراث المادي واللامادي لمنطقة تبلبالة المعروفة بعراقتها وثقافتها الأصيلة. اليوم الثاني تؤثثه البندقية والدربوكة للاحتفاء بي، حيث يحضر نساء المدينة ورجالها وأطفالها يجلسون فوق الرمل ويستمتعون باللوحات الفولكلورية الرائعة. هذه الوعدة نديروها كل عام، سموها سبعة رجال، نديروا فيها تقاليد قرقابو، نديروا فيها البارود، يجوا فيها كاع النساء والبزوز كما كتشوف. وين هذا نديروه كل عام، كل عام نديروه. وعدة سبعة رجال تبحث عن سبعة أيام لتحكي لزائريها كل يوم عن قصة الرجال الصالحين الذين تحدث عنهم الأثر.